سألت نفسك لمرة، مين أنت؟ وليش موجود بهالحياة؟ كيف هي شخصيتك؟ مين اللي واقف جنبك؟ ومين اللي واقف بوشك؟ والأهم من هيك، مين هنن اللي عم يواجهوك؟ وليش عم يواجهوك؟ وصلت لآخر الطريق يا سعيد كرم. مرت سنة وصار لازم ننهي هالقصة. بالأول لازم تخلي ليليان تروح من هون، ورح نحكي أنا وإنت وبس. سعيد بيك، سعيد بيك، افتح الباب. شو في؟ بعدين يا بنتي، انت روحي هلا، انا بعدين بتصل فيكي. مين عندك؟ قلت لك بعدين. سمعت صوت حدا، مين جوا؟ سعيد بيك افتح، انا جبت لك المصاري. مثل ما سمعتي مزبوط، ايه معي حدا. المكان هون مو امن، روحي من هون. انا بعدين رح خبرك وين لازم شوفك ليليان. خلص روحي. هلا خبرني، ليش اتفقت مع عرفان؟ ولوين بدكن توصلوا؟ كانت فكرة عرفان مو هيك؟ ليش عملتوا هيك بكوثر؟ شو رح تعمل فيني؟ مو كنتوا هربانين على العراق؟ ولا هي كانت خدعة؟ بس طلعتوا هون، وينو عرفان؟ أنا ما لي علاقة بشي. لا صدقتك، أنا نقيت هالمكان بس لحتى خلص عليك هون يا سعيد، وبإيدي هدول كمان، وما حدا يسمع صوتك. لا من شان الله. انت كل هالمدة قديش شفت فيها ايام سودا؟ مو تشرشحت بالشوارع وخسرت احترامك بين الناس؟ بس بحياتك في حدا تعرض لك وضربك يا سعيد كرم؟ اكلت كفوف شي؟ دعوست بين الرجلين شي؟ لا ما صار. بس هلأ رح يصير. لا
ما رح يصير الشي اللي عم بتقوله. أنا بعد شوي رح أطلع من هذا الباب، ويلي ما أخدته من ليليان هلأ أنت اللي رح تجيب لي إياه، واعتبارا من بكرة. وليش لأعمل هيك شي؟ ليش لحتى ما خلص عليك هون؟ لأنه أنت اللي بتعرفني، أنا ما بحب أعمل شغلي غير على المضمون. شو عم تقولوا له؟ أنا بعرف سر من أسرارك شريف. سر شو؟ هذا السر أنت ما بتحب حدا يعرفه أبدا. صار لي سنين عم أتصرف وكأنه ما في شيء، سر ما حكيت فيه بيني وبين حالي كمان، لأنه إذا تذكرته ما رح تقدر تعيش يا ابني. قلت لك سر شو؟ سر أنا خبيته لأيامي الأخيرة، وهذا السر الكبير أنا سجلته بوصيتي. وإذا عملت فيني أي شيء وقتها بيوصل للشخص اللي مسجل باسمه. والاسم هو بلال رفيقك. شو علاقة هذا السر ببلال؟ شو السر اللي بتعرفه أنت عني؟ يلا أحكي ولا؟ خلص ماشي رح أحكي، وبعدين حضرتك اللي رح تقرر، رح تتركني أمشي ولا رح تقتلني هون؟
خلص أنا انتهيت. كيف رح أخلص من المصيبة هي ما بعرف. الظاهر إنه السر ما بيضل بين شخصين وبس. أنت ما عرفت شو هو، رحت بلا ما تعرف، وهنن رح يعرفوا، بلال رح يعرف، وكلهم رح يتركوني. أنت الوحيد اللي ما رح تعرف، رحت من دون ما تعرف شو هي حقيقتي. أنا ما رح أسمح لأي حدا يعرف، رح أمنعهم، ما حدا رح يعرف. ما فيني أحكي يا أخي، بس أنت سامحني. أنا ما فيني، على القليل سامحني. في حدا سأل عني؟ لا أبدا. إجا حدا لهون؟ لا أبدا يا خالو. صباح الخير يا خانو. تعال معي شوي. اسمعني، انت دائما وراي، ما هيك؟ هيك الأوامر يا خانو. ايه فهمنا، خلص ما عم اسألك لهيك. شفت حدا عم يلاحقني؟ مشكوك فيه أو عم يراقبني؟ لا. بدي تفتح عيونك منيح. إذا إجا أي حدا وسأل عني هيك ولا هيك، بتجي لعندي وبتخبرني. ما حدا رح يجي. خلص قصي، منحكي بعدين، فيك تروح هلأ. أمري. أنا بعرف مين عم تستني. لا أنا عم تستني سعيد. شريف ليك اسمعني. هددك فيني ما هيك؟ قوليلي شو؟ مو هيك صار؟ هددك بأنه رح يأذيني وطلب مصاري وكنت رح تدفعي له. مزبوط. مبارح ما كنت بهالعنوان هاد؟ بلا، كنت هنيك، سمعتك وكنت جايبتي له مصاري من شاني أنا. مزبوط، مشانك أنت. ما قدرت خبرك شريف شو ساوي، اضطريت أعمل هيك. ما بعرفه لهالزلمة، مين هاد وشو بده، فهمني. هذا واحد ندل، بيعرف شغلة بتخصني وعم يستغلها. وشو هالشغلة؟ الشغلة صار لزمان. ايه شو هي؟ ما فيني قلك ولا أقول لحدا، بس أنا رح حلها، وفي طريقة. بعرف أني رح أطلب منك كتير، بس إذا أنت حابة تساعديني بدي منك شغلة واحدة وبس. قول. ما في عندي حل تاني. فيك تعطي المصاري لسعيد؟ وإذا صار شي بتخبروني، مفهوم؟ أكيد، مين إلنا غيرك؟ سلام عليكم. عليكم السلام. لا تعند حسين، ادفع، نحن الكل دفعنا له. لا أخي، أخذت قراري، ما رح أسمح له يمشي حكيه علي. ألو، أنا حسين الخياط اللي بالحارة. أنا بعد إذنك بدي إياك بخدمة. شو هالحكي هذا؟ تفضل. شغلة هي القتاوة عم تنقطع من كل أهل المنطقة. لا ما سمعت. مصيبة وجدنا، والكل مجبور يدفع. أنا ما بدي يدفع له شيء،
بس ما عم يتركني بحالي وبده يعني يدفع. اللي حسين بشو فيني اخدمك؟ شو المطلوب مني؟ بيصير نرفع عليه دعوة؟ طبعا نرفع عليه دعوة، لا تاكل هم ورح يندم على عملته وما تدفع له ولا قرش. انت متأكد؟ يعني رح تكون جنبي شو ما صار؟ رح كون جنبك، بس انت قل لي اسمه وترك الباقي علي. مين اللي طلب منك هذا الشيء؟ رفيق بلاد. آغا أهلا وسهلا، كيف لقيت الدكانة حلوة؟ ما شاء الله طالعة كتير حلوة، كيف أخذت هدول؟ معك مصاري؟ إيه معي، قدرنا ندبرون. من المصاري اللي جمعتهم من المحلات؟ حسين حكاني وقال لي إنك عم تطلب من الناس أتاوي. لا أخذت أتاوي ولا شي، هنن إجوا لهون وقالوا لي حمينا وصير زعيمنا. طيب ليش عم بتخلي حسين يدفع لك بالقوة؟ ما حتاخد من حدا. شو يعني رح تصير معهم ضدي؟ هذا مو انت يا بلال، مو انت يلي بتاخد مصاري من العالم بالقوة. بجوز كون هيك، بعدين انت شو دخلك؟ شو لك علاقة يا اخي؟ شو لك علاقة؟ وبعدين مين انت؟ انت ابي ولا معلمي؟ مين انت؟ انا المسؤول الوحيد بالوضع اللي انت فيه هلا. وليش بقى؟ ما رح اسمح لك يا بلال، ما رح خليك تضيع حالك بهالطريقة هي، وما رح خليك تصير هيك زلمة. ما رح اسمح لك اخي، ما رح خليك تضيع اكثر من هيك، عم تفهم ولا لا؟ شريف وقف وقف، شو قصدك؟ شو قصدك انت المسؤول؟ ها شو قصدك انت المسؤول؟ جاوبني شريف. شريف في عنده سر. وشو هو السر بقى؟ ما بعرف، بس قال شغلات غريبة. كيف غريبة؟ قال ما فيني اقول لحدا، بس شو ما كانت أكيد الشغلة خطيرة لأنه ما كان على بعضه. ومنين عرفتي إنه في عنده سر؟ عرفت، هو هيك قال لي بين الحكي. في شيء أنت ما عم تحكيه؟ أكيد لا. طلعي فيني ليليان. ليليان، أنا وأنت غير الكل، يعني ما منشبه حدا. شو نسيتي إنه اتفاقنا كان للموت؟ ها؟ متذكرة شو اتفقنا ما هيك؟ ما في أسرار، ما في كذب، كيف ما بتذكر؟ رح أعرف شو هو سر شريف، بوعدك رؤوف. بلال، انت عم تاخد أتاوي من أهل الحارة؟ تفضل حلا بقى، صافين على الدور. شو في هلا؟ ديبو اللي خبرني بلال. أنا ما عم صدق، انت مانك هيك بنوب؟ هاي آخرتك يعني؟ ليش كتير بيعني لك أمري؟ ايه بيعنيني. مو صح يلي بيعنيني بلال. طلع بهذا الزلمة، طلع فيه. أنا بعرف هاد وبعرفه منيح، بس اللي قدامي مو بلال، أنا بدي بلال اللي بعرفه. هذا الزلمة عشقان ورح يجن ورح يموت من حبه إلك، وليك واقف قدامك. أنا لهلأ بحبك يا، وما رح أنساكي ورح ضل حبك دائما. إيه بس أنا اللي بعرفه أنك بتحب سيبار. أو أنت صدقتي؟ فكرتي أنه نسيتك؟ لا بتكوني كتير غبية. شو بعرفني أنا فكرت؟ لا تفكري، لا تفكري، ليكني عملك أنا بحبك وبموت فيكي يا بنت، مو مبين؟ بس إذا ما بتحبي هذا الزلمة وبتحبي هداك، نلعي وطلعي لبرا. Thank you.
وكمان عم بحلم بسيارة مكشوفة. لحظة عرفان عطيني إياها. منزل دوبليكس ذو تراس والاصطياف في منطقة بودروم، لوحة يكتب عليها مدير والبدلات رسمية ماركة إيطالية. يا شو هاد؟ ربحت ورقة يا نصيب؟ الله الله، يعني الواحد ممنوع يحلم بهالبلد؟ عم بيقول انت شبح حالك بالأول. انتو لا تقلقوا، رح شبعكن انتو كمان معي. عم يحكي واثق من حاله، أبصر شو صاير معه. استنوا علي. يمكن قال رح نستنى كتير. خلود خلود خلود، أنا آسف خلود، أنا ما قصدت إلا كن إلعي، أنا آسف، أنت بتعرفيني منيح. لا تروحي. ليش هيك عم يصير؟ ليش؟ حابب كون قوي ما عم تزبط، عم حب وحدة وما عم تزبط، دائما بيطلع بلال. لك فهمنا أنه هو أخي وقطع مني ماشي، بس في شغلة واحدة واقفة بطريقي وهي شريف، دائما شريف، دائما شريف. بلال لا تقول هيك، هالحكي مو مزبوط. لا، هي هي الدنيا ما بتعطيني شي، دائما تاخد مني. من زمان كنت جنبي وشو ما صار فيني كنت تساعديني، وهلأ خسرتك. فهموا بقى يا فهموني بقى، إذا ما ربحت هالحرب ما رح يضل لي شي بالحياة. بلال غلطان بالرقم، ما عاد فيني. بلال أنا برأيي سيب الغروب، ما تحب شريف. يا خياط كمل شغلك، كمل. جيت خبرك لتجهز المصاري، بكرة بدي أخذهم، عم تفهم؟ ها قربت، هلأ بتشوف كيف رح تخسر. هلأ مو وقت الحكي الفاضي. شو صاير؟ في شي جديد؟ ايه في. هذا شريف فيه شي مو طبيعي. كيف يعني مو طبيعي؟ قال عنده سر او هيك شي. ليليان رح تحاول تعرفه، عم نستنى. سعيد انتو مو مخبين عني شي ما هيك؟ احكي لي الصراحة. لا اكيد ما عم تعملوا شي بدون علمي، لانه انا ما عاد انقذكم مرة تانية. ها وانت عرفان ما في شي، ليكنا قاعدين وعم نستنى امر منك، شو ما قلت رح يصير. منيح. لك انا جعت، شو انتو ما جعتوا؟ منيح، معناها هات خلوني روح جيب شغلنا كلها.
أكيد ما أنك نسيان. قلت لحالي خليني ذكرك. ما بتقدر تعمل هيك سعيد. إيه مثل ما بدك لك. أنا معناها ما بتعرف إذا ما جبت المصاري. بتعرف شو فيني أعمل؟ المعلومات اللي عندي رح خبرها لبلال ووقتها رح يعرف كل شيء. أنا ما عملت شيء. لا ما عرفتك والله. أنا كمان ترجيتك قبل هلأ بس هالكلام ما فادني بشيء. دقيت لك مشان قلك وين بدي استلم المصاري. وبكرة بس تعطيني إياهن رح أحمل حالي وانقلع من هون. سلام. صاروا عم يهددوني وعرفوا كل شيء. ايه عرفوا الشيء اللي خبيته عن الكل، الشيء اللي حاولت انساه واللي كان ذنبي. انت اللي خدعتني وكله بسببك. هيك لك انا. انت متأكد؟ بعد شوي القاضي رح يسألك. اوعك تحط كل شي برقبتك، ها تنسجن أكتر. أعطيهم اسم بلال وقول للقاضي انكن عملتوها كلكم. بس هنن صغار. وانت شو؟ ليش انت مالك صغير؟ هيك صار. ليش انتو ما اخذتوا السيارة سوا؟ بس بابا اساسا ما رح تضلوا بالسجن غير كم يوم بتطلعوا، فخلص لا تخافوا. بابا ايه مثل ما بدك، هذا قرارك. انت حابب تضل حالك بالسجن؟ رح تعمل حالك كبش فدا للعالم يعني؟ لا تنكر على الفاضي، في شهود شافوك عم تسوق السيارة. ليش هيك عملت يا ابني؟ صارت بلا قصد، في شيء اسمه فرام الايد، أنا كنت لازم أسحبه بس ما عرفت. مدام ما كنت بتعرف، ليش خطفت سيارة صاحب محل البقلاوة؟ ليش قعدت محل الشوفير؟ ليش سرقت هديك البقلاوة؟ بعد ما صارت الحادثة في ناس شافوا أولاد معك، مين هدول؟ هنن أجوا بعد الحادثة ولا أنتوا عملتوها سوا؟ جاوبني، عملت هيك لحالك ولا كان في معك حدا؟ ليش ما عم تحكي يا ابني؟ فيني طيب فيني اسألكم سؤال؟ يا ابني هون نحن اللي بنسأل. حضرة المدعي حابب اسمعك، اسأل يا ابني. هلأ السجن مكان كبير شيء؟ ايه كبير. ما رح اشوف امي ابدا؟ فيها تيجي لعندك وتزورك، بس جوا ما في لا أم ولا أب، بس أنت. وبالليل بالليل رح كون لحالي. بالليل رح يكون في عتمة كتير. ما فهمت. ما كنت لحالي، عملنا هيك سوا. ومين هن ليه؟ هن رفقاتي.
بيكون بلال وكيف صارت حياته كله من وراء هالشي. الشغلات اللي مرقت عليه بالسجن وصلته لهالمرحلة. وليش عم تحط الذنب برقبتي أنا؟ لأنه أنت حرضتني، قلت لي أحكي وكم يوم بتطلعوا، بس نحن ما طلعنا يا بابا ولهلأ ما فينا عم نطلع، ما عم نقدر نخلص. ما حسبتها صح، ما طلعتوا بالمدة اللي قلتها مزبوط. بس يا شريف، أنا اللي حكيت بالمحكمة، أنا اللي عطيتهم الأسماء. أنت اللي قلت لي أحكي هيك. آخ منك يا ابني، طول عمرك ما كنت تسمع كلامي، هداك اليوم اجى على بالك تسمعه؟ بلته مني يا ولد، هذا ذنبك. أنت اللي سلمت رفعتك للشرطة، وهلأ أنت اللي رح تحل هالشغلة. يا أما لا تخاف من التهديدات وروح خبره لبلال، ويا أما عميل شو ما بدك يا ولد. وإذا ما بدك سرك هذا يطلع لبرا، شو ما بدك تعمل عميل. طبعا هيك ولا هيك، يعني رح تاخذ اللي بدك اياه. اي هيك يا بنتي، هذا من حقي. انت عم تهدد اللي بدك اياه سعيد بيك، بس بالاخير انا اللي عم ادفع المصاري. ما بتفرق معي، المهم اخذ مصاري. بس انا فرقانه معي، وما دام انا رح ادفع لك حابه اعرف انت بشو عم تهدد شريف. شو هو هذا السر الكبير؟ والله حسب معلوماتي هاي انت اللي لازم تعرفيها من رفيقك شريف. رؤوف هيك قال، وخلينا هلأ ما نخرب الخطة. أعطيني التسجيلات يلي سجلت فيها صوت رؤوف. أنا رح أخذ مليونين، أنت مفكرة رؤوف بيهمني؟ تنسى المصاري إذا ما أخذته. أكيد شريف هلأ عم بيشوفنا من شي مكان. شو رح تقولي له أنت بخصوص الكاسيتات؟ لا تقلقي، أنا فكرت بهالشغلة. الكاسيتات بعتهم هالمكتب وفي ست نسخ منهم. وشو بيضمني إنك ما عم تكذب علي؟ اتصلي واسألي، أنا مستنيكي. طبعا
لي انت شو عم تستني لهلا؟ نحن خلصنا، ما عاد في داعي انك تقلق. ما بنسى معروفك، كيف رح كافيكي؟ بتكافيني. كيف؟ انا دفعت مبلغ كبير كرمالك وما سألتك بنوب، وهلأ رح اسألك نحن ليش عملنا هيك؟ شو هالشغلة المهمة اللي بإيد سعيد؟ إفادتك بالمحكمة صارت بين إيدي، والملف حطيته مع الوصية اللي تركتها. لا، وإذا صار لي أي شيء بلال رح يوصل نسخة من الملف. أنا خجلان من حالي، وبيجوز تحقدي علي كمان. أنا كرهان حالي. غلطان، أنا هلأ عرفتك وساق فيني. لما كنا صغار بالحارة صار معنا حادث، يعني نحن عملناه، نحن وقت ضربنا زلمة بالسيارة، وبلال وخلود وديبو وزكي كمان، بس أنا اللي كنت عم سوق بوقتها. كلنا تعاقبنا وضلينا سنة كاملة بسجن الأحداث، نحن الأربعة. خلود مو معنا. وكله بسببي أنا. أنا كنت السبب يا ليليان. بابا قال لي رح أنسجن كتير إذا لحالي، بس إذا خبرت القاضي عنهم رح تطلع بسرعة. وأنا طلعت على المحكمة وعطيت أسماءهم واحد واحد، كان فيني ضل حالي وقتها. لو ما قلت أسماءهم ما كان رح يصير فيهم شي. أنا فوتتهم على السجن بإيدي.
أبوك هو اللي جبرك. أنت كنت كتير صغير وما بتعرف. مزبوط كنت صغير، كان عمري 12 سنة، بس ما كنت غبية مليان، كنت كتير بفهم. لكن ليش عملت هيك؟ لأني ما بدي ضل لحالي، خفت كتير حتى لو كم يوم، بس حبيت أنهم يضلوا جنبي لأنه ما عندي غيرهم. أنا السبب بكل شيء صار. وهلأ رح تروحي؟ رح تهربي مني؟ قرار صغير بيحدد مين انت. ما رح تكون أقوالك، رح تكون أفعالك. وأنت اللي بتقرر هذا الشيء، ولما بصير القرار بين إيديك رح تختار، وهيك بتكون أنت. أحياناً بتكون بين خيالين، بس شوية تردد وكذبة بيضة بتطهر اللي جواتك. والأصعب تحاكم نفسك بنفسك. ومن الصعب إنك تاخد قرار لحالك وإنت ما بدك. بس الأصعب من هيك إنك تواجه. حسين طلعوا لك. بدك مني شيء؟ انت بعد، انا جاي اخذ شغله من حسين.
حسين ما رح يعطيك شيء وما حتاخده. باخده. ما رح تاخده يا بلال. رح اخده شريف. ايه وشو يعني؟ بدك تضربني مثلا؟ هيك رح تتعدى حدودك معي؟ ها مشكلتي مو معك يا شريف، بعيد عن طريقي. بس انا مشكلتي انت، وما رح اسمح لك ابدا تصير مثل المجرم. انت مالك هيك يا بلال؟ ايه انا ماني هيك، انا ماني هداك الولد اللي عم تحميه. بسبب هيك صار فيك. شو هالحكي هاد؟ عم تحكيني بالالغاز ومدري شو؟ عندك شي احكي؟ ما عندك اتركني خليني اشوف شغلي. ما رح روح من قدامك، انا ما رح اسمح لك. شو هذا يا؟ هيك رح تضل واقف بوشي كل هالقد مهم هذا الخياط عندك؟ اكيد لا، بس انت بتهمني كمان. ما رح اتركك مرة تانية بلال، ما بتركك. مثل ما بدك، حكيت اللي عندي. مثل ما بدك. هيك رح تصيروا من اليوم ورايح؟ شو صاير فيكن قلي؟ شريف اطلع فيني، طلع بعيوني. هالمرة ما عم بحكي معك مشاني أنا، بدي أحكي مشانكم أنت وبلال، يعني اتنيناتكم. كمان أنا مزعوجة من بلال، بس ما بصير هيك شريف. مو شايف كيف كنتوا واقفين بوش بعض؟ أنا لازم أعمل شي يا خلود، أنا لازم أمنعه لبلال، ما حخليه يضيع قدامي. بس مو توقف بوشه. قبل هيك كنت واقف معه بظهره، ولا مرة تركته. من امتى كنت توقف بوشه شريف؟ ديبو حكالي كل شيء، قال لي انه اجا ودايقك، وانت قلتي له لبلال انا رح اتركك، وهو عصب. الخناقة اللي عملها بالحارة كانت كرمالك، وكان رح يروح فيها من وراء عقله. بس هاي شو إلها علاقة؟ تتذكري من زمان وقت ما كنت انا هون، كان بلال عامل مشكلة كبيرة بالحارة وآكل قتل مرتبة، وكل يوم كان على هالحالة. وانت بتعرفي منيح انه اذا تركنا لبلال ممكن بهالحالة يضيع منا. لازم يوقفوا حدا لينضبط، ونحن لازم نوقفه. ولهيك بس اذا اضطريت اني وقف بوشه رح وقف، احسن ما يضيع ونخسره. انا ما رح اتركه. سيبال؟ سيبال وينك انتي؟ انشغل بالي عليكي. ألو كوسر، شبك؟ سيبال اجيت لعندك ما لقيتك. لك ديبو حكالي شغلات كتير، ويلي فهمته انك متضايقة شوي، يعني بخصوص بلال. سيبال لا تفهمني غلط، بس انا قلقت عليك. كوسر انا حكيت مع بلال واتفقنا، انا تركت البيت. شو؟ وليش بقى؟ بلال ما بيحبني. قال لساته بيحبها لخلود. على كل خبري كل شي صار لديبو. هو كتير حاول يساعدني بس أنا ما لا ما رح أقول له شي. لا تقلقي لأنك بجوز ترجعي. سيبال
رح ترجعي لهون ما هيك؟ لا كوثر، ما رح ارجع، مو انا يلي برجع بقراري. معقول ما في اي احتمال؟ يعني مشان رجعتك؟ هلا هو في احتمال بس مو حابة افكر فيه اليوم بعد اللي صار. صباح الخير يا أنسي. صباح النور. أهلين، تفضل. أهلين فيكي. بدي حط مصاري بحسابي. تكرم عينك. أنا آسفة سعيد بك، ما عم بقدر أوصل لحسابك. كيف يعني؟ ما فهمت. ما في عنا حساب بهذا الاسم، وحتى الرقم الوطني ما عم يبين معنا. مو معقول هالحكي، باعتبار أنا بنفسي فتحت هالحساب. تأكد يمكن يكون في غلط. بس عفوا، الرقم عم يعطي خاطئ. أصبح، خلينا نفتح حساب جديد. سعيد بيك، رقمك الوطني ما عم يطلع، ومن دون رقم ما فيني افتح لك حساب، وما فيك تفتحه بأي بنك تاني. بعتذر. تفضل. بدي أكون أنا جنبك، وأنا كمان ما رح أتركك، رح ضل هون حتى لو قلعتني. فهمتني؟ تعي ايه كلكم تعوا، شو رح تعملي؟ رح توقفي بوشي مثل شريف؟ بلال انا ما عم افهمك عن جد، فهمني انت. انت عندك مشكله ومانك مبسوط، هاي صار عندك شغل وعم تتوفق، عم تعمل كل شيء بس مانك مبسوط. فيك تفهمني شو صاير؟ اخر شيء صرت بدك تتحدر فيك. ليش يعني ما في طريقه تانية بلال؟ في. بدي اكون انا جنبك، ما رح اتركك لنحلها. قلي، قول شيء، احكي لحتى اقدر ساعدك. وين الأسوارة اللي معك؟ أي أسوارة؟ الأسوارة عليها حرف بي اللي أنت مو لابستيها، بتكوني رميتيها ولا مخبيتيها بالبيت؟ شو دخل الأسوارة بالقصة؟ كيف ما له دخل؟ بدي أعرف، بدي أعرف إذا في أمل يعني بيناتنا. أمل بشو؟ يعني بشو؟ إذا أنه بدك أنت بلال. أنا بحب شريف كتير، هاي أول مرة عم قولها بدون ما أخجل أو خاف من حدا. أنا بحبه يا بلال. منيح، كنتي تحبيني كمان ما؟ بلال رح تقدري تحبيني كمان؟ مو مستحيل، بجوز تتذكري الأيام الحلوة وتحبيني كمان، ما بيصير؟ إذا قبلتي بجوز، بجوز أني أرجع حبك أنا، ورح أركز ورح أشتغل ورح أعمل كل شي بقدر عليه. الله ياخدني إذا ما عملت هيك، ورح أترك كل شي. وكيف بتزبط هاي؟ ما بعرف، بس لو بتقولي في أمل، لو بتقولي في أمل واحد من مليون رح تصير وبتزبط. القتاوة وكل هذا الحكي الفاضي ما بيهمني. انت عن جد رح تركز؟ ايه طبعا اكيد رح اركز، شو بدك اكتر من هيك خلود؟ حتى لو الامل صغير كتير؟ لو الامل هالقد قده بقبل فيه، حتى لو كان صغير. في في يا الله، خلص في. مرحبا. أهلين، تفضل. لو سمحتي، أيمتى أول طيارة رح تطلع على المالديف؟ لحظة. بكل الأحوال حاولي أنك تقطعي لي تذكرة درجة أولى، بس خلي التذكرة تكون للبزنس اللي بيعدوا فيها المدراء يعني. م-م.
عفوا بدي نترك شوي. بس لو سمحت ممكن لحظة؟ هديك الآنسة راحت بدون ما تحكي أي شيء، وأنا انشغل بالي، بس شو مكتوب هناك يا ترى؟ ثواني خليني أشوف. الباسبور منتهية مدته أستاذ. عفوا شو قلت؟ مستحيل، أكيد بيكون في شي غلط. ممكن ترجع تدقق أستاذ؟ شفته أستاذ ومتأكد إنه منتهي، رح شوفه مرة تانية. الرقم غلط، قصدي الرقم الوطني، بتكون راحت تستفسر عنه. عفوا شو قصدك؟ عن شو راحت تستفسر؟ انتظرها شوي وهلأ بتجي لعنده. حسين كيفك؟ أهلين بلال. محل فاضي، روح لهنيك. يلا. مرحبا عم. أهلين سهلين. روح راضي مرتك ولا تزعلها. تكرم. بلال، هلأ شو مشان علاقتكم أنت وسبال؟ سبال شو بها؟ شو لازم؟ أنا ما غلط بحقها، إذا حكيت لها رح تقدر. ليك أنا قلت لك احتمال صغير بس. ماشي، أنا حبيت واحد بس بحياتي ومكانته بقلبي. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ صرتي مثل سبال؟ على كل بلال، ليك أنا حبيتك قبل وكتير كمان، بس أنا ما عشقت غير مرة واحدة بحياتي. خلود، تمام. شغلة بتحرق القلب بعرف، شي مو جديد، هيك هي الحياة. يلي بتحبيه ما بيحبك، واللي بيحبك بتعصبيه. بس أنا رح أجي معك. طيب أنت لا تحبيني، بكفي كون جنبك، هيك بكفي. بعدين رح خليك تحبيني ورح تشوفي. بدي احتمال. في احتمال. ايه يلا امشي. بلال؟ شريف، ليك أنا اتصلت فيك مشان قلك شغلي. ما تقلي شي، أنا ما رح استسلم بلال وما رح تاخد المصاري. لا ولو أنا حمار، أنا حكيت معك مشان قلك أني حمار. لك أنا دائما مخبص بالحكي، بس أنت بتعرفني ما؟ أنت عن جد عم تحكي هلأ؟ إيه عن جد شريف. خلص أنا رح أسمع كلامك ماشي، ورح أرجع مثل ما كنت ونسكر على الموضوع وصفحة وطويناها. فرحتني كتير ولا؟ ايه هيك بدي اياك يا بلال، عملت زينة العقل والله، فرحتني من كل قلبي. عن جد ولك؟ عن جد؟ شو عم تعمل؟ تعال نتغدى سوا. لوين ما بدك انا جاهز اعزمك. شو؟ لا انا ما بدي شيء، المهم نكون مناح، بس انت خليك رايق. ايه رح نكون مناح ورح اكون رايق. طيب شو اللي تغير هيك فجأة؟ قلي. لك تغيرت كثير شغلات، خلص من اليوم ورايح كل شيء رح يكون غير. تمام، في عندي شغلة بخلصها وبجي لعندك. ألو غضنفر، رؤوف ما إجا؟ وما اتصل وما سأل عني؟ إيه تمام، إذا إجا لهنيك وسأل عني قل له أنا عندي شغل وراح أتأخر كمان. أخي سعيد شو عم بيصير؟ مانك على بعضك شوفي؟ ولا لا تكون ربحت ورقة لي نصيب. انت خليك عم تضحك يا غضنفر.
بعد إذنك، في شي غلط ما عم أفهمه، ممكن تتأكد من وراء الثبوتيه يا ابني؟ سعيد كرم مدير سجن أحداث سابق. ما في شي أستاذ. شو يعني؟ حاول كمان. مدير سجن أحداث، كنت عم أشتغل هنيك سابقا. عم قلك ما لقيت شي. كيف يعني؟ أنا موظف بالدولة من سنين واسمي سعيد كرم. ليك ليك، أنا عندي مصاري كثيرة، مصاري كثيرة، أنا زلمي مهم، مصاري يا مصاري. خلص اتحرك إذا سمحت. تركني ولا سمحت تطلع لبرا. رح أشتكي عليكم. ها، رجع مصاريك وطلع لبرا. تحرك عليكم يا أستاذ. أنا برجيكم يا ساوي. أنا خدمت هاي الدولة. ولك أنا اسمي سعيد كرم، اتركوني. ولك اتركوني. تحرك يلا. شو هاد يا قلعوا؟ أنا اسمي سعيد كرم وفي معي مصاري كثيرة وأنا المدير. بس أنت هلأ ولا شيء. سعيد كرم المدير ماله موجود. أنا دمرتك. شو عملت؟ أنت شو عملت؟ أنا كنت محاميك بفترة إذا بتتذكر، وترجيتني مرة منشان أنقذك، وعطيتني وكالة باسمك، وطبعاً كان لازم ألعب بالوكالة شوي. لا ما بتعمل. لا عملتها. يعطيك العافية. شوف هاي لو سمحت، هاي وكالة من السيد سعيد كرم، حضرته بكون موكلي، رح نعمل تغيير بسيط بوصيته. ماشي تكرم عليك. والتغيير المطلوب هون مدون بهذا الملف عندك. لحظة لو سمحت، بدي من حضرتك خدمة صغيرة، نسيت لأني معجوب. إذا في مجال تنسخ لي صورة عن هاي الورقة بتكون فضلت علي. بس هون ممنوع يا أستاذ، فيك تحت تصورها. لا، هاي ورقة خاصة كتير وما فيني سلمها لمين ما كان. رجاء مجرد صفحة واحدة، أنت مبين عليك إنسان واعي. راح صور لك اياها. يعني قصدك ما عاد في داعي؟ ماشي طبعا، ممكن ترجع لي هذا الملف. طيب والوكالة؟ اتصل فيني سعيد بيك وبطل، ما عاد في داعي للورقة. يسلموا دياتك. أهلين. معقولة هيك تشيل اسمي من السجلات عن طريق الكمبيوتر؟ يعني الشغلة بهالبساطة؟ تمسح اسم مواطن من السجل؟ لا مو بهالبساطة، بس لخبطت السجل شوي، وإذا بدك سأل بالنفوس. مستحيل هيك. أنت هلأ موجود بس مالك موجود. أنت هلأ لا إنس ولا جن، أنت لا عايش ولا ميت. مين أنت يا سعيد؟ هذا اللي عملته اسمه تلاعب، وهذا اسمه غش. انت عملت شغلي ضد القانون، وانت كمان حطيت قانون ما في قانون يا سعيد أفندي، وانا تعلمت منك وانا صغير. ما بصير، انا اسمي موجود بغير مكان، انا مدير، اسمي موجود بالسجن، ايه موجود. انت تسترت على الاعمال الغير مشروعه يلي كان بيعملها سعيد كرم بهالسجن، وهالشي ضد القانون، ورح سجل بالتقرير هيك بالضبط. حكيت هيك بعظمة لسانك. شو هالحكي شريف بيك؟ انا رجل قانون بتعرف، وبعد اللي عرفته انا مضطر ساوي واجبي. بس انت ما قلت لي انك كنت هون، قلت لي تعذبت كتير عنا، وانا صدقت كلامك. ايه بالضبط، شفت كتير هون وتعذبت كتير،
وما في حدا سمع صوتي لأنه أنا كنت صغير بوقتها، بس هلأ أنا محامي. ايه وشو بدك مني هلأ؟ عملت شغلي ولازم تكملها للأخير. روح ومساح اسم سعيد من السجلات. كيف بدك امسح اسم موظف من هون؟ غير السجل، حروق الأوراق أو سكت الموظفين، شو بدك تعمل عميل؟ كل اللي بدي اياه منك هلأ إنك تلغي اسم سعيد كرم من هالمكان. لا لا مستحيل، أنا متأكد إنه اسمي موجود بشي مكان. أنا رح أشتكي عليك. إيه وقتها أنا كمان رح أرفع عليك دعوة وبحكي كل شي عملته بالسجن، والمدير الجديد شاهد. بدك تشتكي؟ ما بيصير، أنا إلي احترامي بهالبلد، أنا إلي مكانتي بالشغل وإلي اسمي كمان، ما فيك تلغيني. دخيلك من شان الله بوس اجرك ترجع اسمي، انا بعدني عايش، اسمي سعيد كرم بترجاك، رجع لي هويتي من شان الله. انت غلطت غلطة الشاطر، ما في شي بيثبت شخصيتك، ورح تمرق الايام ورح تصير من المفقودين. لا تساوي، وبالوكالة اللي عملت لي اياها رح اخذ وصيتك، فانسى كل شي كاتبه. انا رايح هلا، بدي اشوف اخي واتصالح معه، واكيد رح تتصافى كل امورنا، وما رح اترك بلال ابدا. بس قبل كل شي في حساب صغير بيناتنا هلا. ما رح اعطيك. يلا يا سعيد، في حدا مستني المصاري. بعرف اني رح اطلب منك اكتر من طاقتك، بس اذا لهلأ حابة انك تساعديني بدي منك شغلة واحدة. شو؟ انا ما عندي حل تاني ليليان، بدي اياكي تعطي المصاري لسعيد. ايه بقدر. بتشكرك ليليان، عن جد شكرا، بس انت ما تخافي، اعطيني يومين وبرجع المصاري. رح ترجعهم؟ كيف؟ عندي خطة، بس بدي شوية وقت. اول شي لازم اكسب الوقت لصالحي، في كم شغلة بعملهم وكم مكان بمرق عليهم، وبهي الفترة ومنشان سكت سعيد لازم اعطيه هدول المصاري. بس انا بوعدك اني رح رجع المصاري من هالحقير، رح جبلك اياهن وبايدي كمان. لك من شان الله على القليل اترك لي المصاري. ما في حدا اسمه سعيد كرم لا تنسى، وهلا صار فيني اقتلك بالوقت يلي انا بدي اياه يا سعيد. جبت لك معي هدية ليليان خانم.
قلت لك رح رجعهم ورجعتهم. اساسا ما كان عندي شك. هلا انسي واحد اسمه سعيد. بالمره ومستحيل يتطلع بوشك كمان، انا واثق. انت عملتي شغله كبيره كرمالي، بتشكرك. ايه خلاص انا ما عملت شيء. بلا، انا لولاكي ما كنت كسبت. خليكي على طول، خليكي على طول هيك جنبي. قلت لك رح نرتاح سوا. ما حدا مثلك لمسني بنوم ولا رح يلمسني. ماشي، منيح اللي حكيت لك سري. من اليوم ورايح ما رح أخجل منك بنوب، وما في أسرار بنوب ولا سر. أنا بمكتبي رايح خلص أموري وطالع لعند بلال. أنت نسيتي إنه نحن اتفقنا نبقى للموت؟ أنت متذكرة مين نحن؟ ما في أسرار وما في كذب. شوف أنا عرفت سر شريف، رح أحكي لك. سبال، عليت صوتي مشان تعرفي انه انا اجيت. طيب ليكي، ماني بعيان، بدي اخذ مصاري واطلع. ماشي، كنتي بنادي رياضة؟ رياضة شو هي؟ ما رحت عن نادي ولا شي. ايه يعني قلت بكرة الصبح بروح بعمل رياضة وحضرت الشنتاي. انا رايح لعند شريف. شو في؟ بلال فات على السجن لأنه شريف عطى اسمه للمحكمة. السلام عليكم بلال. عليكم السلام عمي محمد، تفضل عود. تسلم يا بلال، الاولاد عم يستنوني بالبيت، تاخرت عليهم والله. اوت شبنا لا الله يخليك. كاسه شاي لعمك محمد. يسلم ايديك. تسلم عمي. تفضل عمي. ايه احكي لي لشوف هذا ليش هيك مبسوط. قال لانه بيحبني. شو عم تقولي؟ بيحبني ديبو، قال لساته بيحبني. وانت شو قلتي له؟
ايه مو بس هيك، قال اذا انا كنت معه رح يرجع مثل الاول ما بقى يعمل مشاكل. تكوني معه؟ قصدك حبيبته يعني؟ ايه ديبو، قصدي حبيبته. يا الله منك يا خلود. ايه وسيبها؟ والله ما بعرف. ضيقة شوي. هلأ لما قال لك هيك يعني انت شو رديتي عليه؟ وافقتي يعني؟ انا قلت بس كلمة، ايه انه بجوز في احتمال صغير، يعني قصدي ممكن بعد فترة. شو كان لازم قله ديبو؟ شريف قال لازم نعمل شي مشانه، وانا كمان رحت لعنده وقلت له قول شو بدك ورح ساعدك، هو طلب مني هذا الشي، شو بعمل يعني؟ ايه تمام، بس انا بدي اسألك سؤال واحد. شو؟ يعني عن جد رح يكون في هيك احتمال؟ يا الله. لو كان شريف ما عطى اسم بلال بالمحكمة معناتها ما كان حيفوت على السجن؟ ولا حدا فيهم كان رح يفوت، شريف هو اللي كان سايق السيارة وشايفينه هو بس، يعني البقية كانوا رح ينفدوا من القصة. سألوا شريف بالمحكمة انت كنت لحالك؟ ايه. قال لهم لا ما كنت لحالي، وقال لهم معي فلان وفلان كمان، ابويا اللي قايل له يحكي هيك. معناتها قايل اسم بلال ما هيك؟ وبلال ما بيعرف بهالموضوع. مزبوط، اخر شي كان قايل اسمه لبلال. بترجاك يحكي لي القصة من الأول. مو هلأ حكيت لك رؤوف. ليليان بتعرفي شغلة؟ انتي مرة بتجنني. هلأ قيمك مني، انت شو قررت تعمل بشريف؟ مو بس شريف، رح اشتغل باثنين، وانا هلأ رايح لعندي لها. رؤوف شو مشان شريف هلأ؟ مصطفى قول لأخوك أنا طالع لعنده، يلا لشوفه لأروح. هذا بلال شو بده هلا؟ شو بدك ولا؟ ديبو شو عم تعمل؟ والله أنا ما عم بعمل شي. إحنا كان خلينا نروح على القهوة بسرعة. ليش على القهوة؟ شريف كمان جاي، يلا رح استناك. ماشي روح أنا لاحقك. ماشي. ليش هيك مشقري؟ إيه ما كان لازم أعمل هيك، كان لازم أتصل بشريف بالأول. أهلين أخي، هلأ كنت رح أتصل فيك، خلصت شغلي وهلأ جاي لعندك فورا. إيه منيح، تعال على القهوة. يلا ماشي. تعال لهنيك، الخياط أكيد هلأ بالقهوة. رح أحكي معه وخليه يروق. لك عجبتني بلال، أنا كتير مبسوط منك يا أخي لأنك سمعت كلمتي. وأكيد كل شي رح يكون للأحسن. طبعا رح يكون هيك، وإن شاء الله عطول. منيح لي لحقتك. أغا قولي اللي عندك، شريف عم يستناني. سمعت أنك علمت على حسن الخياط، وهي ما ضل حدا بالحارة يكسر كلمتك، وصرت زعيم كل الحارة كمان. خلصنا من هديك الشغلة وسكرنا على الموضوع. كيف يعني سكرت؟ ايه مثل ما سمعت، رح أرجع للجماعة مصرياتهم. معقول يا زلمة أخذ أتاوي وما أتاوي من أهل حارتي اللي كبروني؟ رح أرجع لهم مصرياتهم وقول لهم أنا غلطت وندمت كتير وخلصت القصة، ما أساساً كنت عم بحميهم. بلال أنت شو عم تحكي ها؟ وين القوة؟ وين الرجولية؟ مو قلت حتصير زعيم الحارة؟ هالشغلة خلصت وسكرنا عليها، فهمت؟ كنت رح ضيع يا آغا، كنت رح ضيع وما في حدا يوجهني، فكرت هيك رح خلص حالي. شريف كان معه حق، أنا ماني هيك أبداً، وكسرت قلبه كمان، بس رح طيب له خاطره. هن معهم حق، رح صير زلمة محترم، رح بعد عن المشاكل والوسخة، بدي يكون مبسوط. أصدق غير هيك ما له قيمة؟ لك إذا في حدا عم يسندك بهاي الحياة كل شي تاني ما له قيمة. كتير حلو الحكي، بس الأهم من هو الشخص اللي عم يسندك ما؟ شو قصدك ولا؟
قصدي انه الشخص اللي ساندك هو اللي ضيعك. بدك تروح معي مشوار مهم، تحرك. شو هي انه ضيعك ومدري شو؟ ما بيمزح بهيك قصص. مين قال لك عم بمزح؟ يا ريتها مزحة. ليك انا عرفت شغلة مهمة. شو هي؟ بصراحة انا من زمان كنت بعرف، بس مشان ما تخرب علاقتكم ما حكي. احكي هلا لانه علاقتنا ما رح تنخرب، احكي اللي عندك. ايه، شريف هو اللي زدكم بالسجن. انت اكيد جنيت. مستحيل. لا لا، مو معقول. بلا بلال معقول. كذاب. القاضي ما كان بيعرف شي عنكم. شريف هو اللي اعطاه اسمكم وقال انكم كنتوا معه، يعني باعكم كلياتكم. كذاب ولا كذاب، شريف ما بيعمل هيك. بس عملها بلال. أنا ما صدقت إنه عملها، بس سألت كتير ورحت شفت ملف القضية وطلع عاملها. أنا آسف كتير، بس ما قدرت شوفك عم توثق بهالزلمة واسكت. شو بدك تعمل هلا؟ لسا بدك تثق بالزلمة اللي دمر لك حياتك؟ شوفي لك شريف وينه هذا؟ صار لنا ساعة مستنينه. طيب وينه؟ بس بعد إذنك. رح يجي أخي، كل شيء رح يتصلح اليوم، ما تخاف. يا ست العاب منيح يعني. ليكو إجا. ليكو هي الخمسة مين لعبها؟ أخي حبيبي، لو ما كنت موجود شو كنت رح ساوي؟ أنت عملت كثير مشاني، أنت حميتني من نفسي يا أخي. لأنه أنت أخي ولي. أنت الغشان. هاي الورقة مو لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي مسبحة نعيم وهي. إيه نعم، نعيم البلوى. ما عاد في داعي يا أخي، ما عاد في داعي تحميني، ومن اليوم ورايح أنا رح كون خليفة نعيم البلوى. يا بلوي، في لك زيارة. بهالساعة؟ خير، شو في؟ اطلع خلصني. بالإذن. خذ راحتك. نعيم يا أسطورة المنطقة بشغل البلاوي، أعطيني الضوء الأخضر. أنت ما بتعملها؟ بلا، عملتها. أبوك أعطاني الضوء الأخضر، ومن هلأ ورايح طريقي رح يكون مثل نعيم البلوي. وليش لحتى أسمح لك بهيك شيء؟ لأنه نعيم البلوي من يوم يومه حاططني بباله. ابنك هو اللي خرب لي حياتي، بس مو مشكلة. في شيء أهم من هيك هلا، دمرتوا لي حياتي أنت وابنك. أنا فتت على السجن يا بلوي بسبب ابنك، وهلا عرفت. مش هي ياخد حقي. ما
بلال، اتفقت انت وابي مو؟ اتفقتوا من ورا ظهري؟ ليش؟ يا خياط! رح تدفع لي القتاوي هلأ. أنا ما رح أسمح بهالشي. بلا ما نكبر القصة يا شريف، أنا بخاف من نعيم البلوي، وإذا بدك تخدمني اتركها إلي، خلص أنا بدفع له. خلصت شريف، أنا اللي كسبت. شو رح يصير هلا؟ شو يعني؟ رح تخلص القصة هيك؟ لا ليليان، لسه هلا بلشت القصة.